بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تكملة للدرس السابق، وكان الأدوات articles، واليوم نأخذ أداة المعرفة the وتعني ال وتعني التعريف. أولا، الحالات التي تستخدم فيها أداة المعرفة ذا، أولا تستخدم أداة المعرفة ذا قبل الاسم المقصود بذاته أو التكرار ذكره في الجملة، قبل الاسم المقصود بذاته أو التكرار ذكره في الجملة. For example like I love the restaurant in this street، أحب المطعم الموجود في هذا الشارع. أيضا What is the name of this song؟ ما اسم هذه الأغنية؟ What is the name of this song؟ طيب نروح للي بعده. ثانيا، قبل الصفات التي تستخدم كاسم والتي يقصد بها الجمع. أوكي، For example like the rich الأغنياء، the poor الفقراء، the rich الأغنياء، the poor الفقراء. ثالثا، قبل أجزاء الجسم البشري. For example like the head الرأس، the heart القلب، the heart القلب، الرئتان the lungs الرئتان the lungs، المعدة the stomach المعدة the stomach، الكليتين the kidneys الكليتين the kidneys، الساقان the legs الساقان the legs. طيب قبل ألفاظ أو أربعة، قبل الألفاظ الدالة على الزمن، قبل الألفاظ الدالة على الزمن. For example like this أو sorry the morning الصباح، the evening المساء، the past الماضي، the present الحاضر، the future المستقبل، the future المستقبل. خمسة، قبل أسماء الأنهار والبحار والمحيطات والسفن. For example like the Red Sea البحر الأحمر، the Red Sea البحر الأحمر، the Indian Ocean المحيط الهندي، نهر النيل the River Nile okay، الخليج العربي the Arabian Gulf الخليج العربي the Arabian Gulf. طيب ستة، قبل الأسماء المركبة للدول. For example like جمهورية مصر العربية، the Arab Republic of the Egypt جمهورية مصر العربية، the Arab Republic of the Egypt، الإمارات العربية المتحدة، the United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة the United Kingdom الولايات المتحدة الأمريكية the United States of the America Himalayas جبال الهيمالايا the Himalayas، الأرض المقدسة the Holy Land الأهرامات the Pyramids. طيب رقم ثمانية، الاتجاهات. For example like the north الشمال، the south الجنوب، the east الشرق، the west الغرب. okay. ثانيا، الحالات التي لا تستخدم فيها أداة المعرفة ذا، الحالات التي لا تستخدم فيها أداة المعرفة ذا قبل اسم العلم، قبل اسم العلم يعني الأسماء العادية اللي هو سهى أشرف أشرف، روبين روبين، باميلا باميلا،
كأسماء علم، كأسماء علم. اثنين، قبل الجمع. For example، أمثلة: الكتب مفيدة. Books are useful. الكتب مفيدة. Book are or sorry books are useful. الرجال أقوياء. Men are strong. Men are strong. الفتيات جميلات. Girls are beautiful. Girls are beautiful. اثنين أو سوري ثلاثة، قبل كلمة man، قبل كلمة man اللي هو الرجل، عندما نقصد بها الإنسان عمومي، أي إنسان، whatever the name، يعني man is the master of the world، الإنسان هو سيد العالم. Man is the master of the world، الإنسان هو سيد العالم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في رعاية الله.